السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. الدراسات العليا وبناء على ما جاء في الجلسة 18 في مجلس الكلية المعقد بتاريخ 2/6/2022 تقرر تشكيل لجنة مناقشة الطالب الماجستير زياد هادي عبد العلي قسم الفنون الموسيقية والموسومة عناصر التأليف الموسيقي لمؤلفات نصير شمة، ومن الأدوات المدرجة أسمائهم دكتور أستاذ مساعد دكتور سماح حسن فليح فلسفة الفنون الموسيقية جامعة ديالى كلية الفنون الجميلة عضوا ضيفا وعضو القسم، أستاذ مصطفى أستاذ مساعد مصطفى عباس علي فلسفة الفنون الموسيقية جامعة بغداد كلية الفنون الجميلة، وأستاذ إن شاء الله أستاذ دكتور فراس ياسين علوم موسيقية جامعة بغداد كلية الفنون الجميلة مشرفا، والمتحدث أخوكم الصغير أستاذ دكتور حسان شاكر فلسفة الموسيقية جامعة بغداد كلية الفنون الجميلة. علمنا أن موعد المناقشة في تمام الساعة 10 يوم الاثنين 27/6/2022 على قاعة رأس المناقشات في كلية الفنون الجميلة قسم الفنون الموسيقية. الخبير والتطور الحديث والأوكردات الهارمونية مع استخدام الفالس الموسيقي لإظهار التجدد في مجال، طبعا ها كانت الغاية لإظهار التجدد في مجال التأليف الموسيقى العربي في القطع الموسيقية مع الالتزام بعدم الخروج من الإطار الشرقي للعمل الموسيقي في الرواية والفلسفة الفكرية في العمل، وفي الختام صلى الله تعالى أن يجعل ما قدمته من عمل خالص لوجهه الكريم ومن ينتفع به الطلبة والباحثين والمجتمع، وأن يمن عليه ببركة والتوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيد الراعي الباحث زياد هادي، السيد المشرف الأستاذ فراس ياسين المحترم، حضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أتقدم الشكر والتقدير إلى كلية الفنون الجميلة وإلى رئاسة قسم الفنون الموسيقية متمثلة بأخي العزيز الأستاذ الدكتور وليد الجابري على استضافتي وتكليفي بان اكون. بسم الله الرحمن الرحيم. اجتمعت اللجنه المؤلفه بموجب الامر الاداري سين 180 المعرف في 7/6/2022 لمناقشه رساله طالب الماجستير زياد هادي عبد علي قسم الفنون الموسيقيه تخصص فنون موسيقيه الموسومه عناصر التاليف الموسيقي لمؤلفات نصير شمه في الساعه 10 من يوم الاثنين الموافق 27/6/2022 في قاعة المناقشات قسم الفنون الموسيقية في كلية الفنون الجميلة. وقد أخذت اللجنة بنظر الاعتبار الجهود العلمية المبذولة الحقيقية من قبل الطالب باستخدامه المراجع ودفاع عن رسالته واسلوب بحثه والنتائج التي توصل إليها، وعليه قررت اللجنة استنادا للفقرة 7 من المادة 32 من تعليمات منح درجة الماجستير في جامعة بغداد ما يلي قبول الرسالة مع إجراء بعض التعديلات الطفيفة عليها، والتقدير جيد جدا لأنه ماكو سكوبات. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.